لهذا الموضوع هو موضوع يعني مهم ومهم جدا، خاصة أن هؤلاء الأطفال اللي كيكونوا في هذه المدارس والأمهات كيحاولوا يهيئوا لهم الأطعمة اللي يأكلوها في هذا الوقت ديال الغداء، خاصة وأن التعليم اليوم صبح بالوقت يعني التوقيت المستمر، يعني خص التغذية تكون صحية، خص مراعاة يعني الأطعمة السليمة والأطعمة التي لا تضر بصحة هؤلاء الأطفال، لأنهم كما نعلم هم أجيال المستقبل. وكاينة نقطة أخرى هي أن هذا الطعام ولو يكون قليل وما يكون فيه التباهي وكثرة الأطعمة يعني التي ستثير تلك يعني الحزازات بين الأطفال، وكيف أن بعض الأسر راكت يعني بإمكانها أن توفر لهذاك الطفل اللي عندها طعام، يعني كيكون طعام متنوع، طعام غني، وطفل آخر يعني الأسرة ديالو ماشي في الاستطاعة ديالها أنها توفر له داك الطعام من ديك النوعية وداك يعني الغينة وداك البذخ. أهم حاجة اللي غادي تكون في لانش بوكس هي المواد اللي غادي يأكل، أو الحاجة اللي غادي يأكل تكون فيها تكون غتنفع يعني الطفل، يعني ماشي بحال لي سويت بحال الشوكولا وداك التخربيق، بحال لي بروتين، خبيز ديال القمح، شي حاجه بحال هكا، يعني شي حاجه اللي غادي تكون كتنفعو. اما حاليا حنا في واحد العصر اللي ولينا كنتباهوا في اي حاجه، شي ولا كيتباهى على شي، يعني يقدر هاد العائله راه عندها باش دير المستطاعات ديالها في لانش بوكس ديال الطفل ديال الدري الصغير، يعني تقدر تزوقو تقدر دير ليه شحال من حاجه. وكاين واحد الطرف الاخر اللي مسكين ما يقدرش يدير هذاك الشيء، ما يقدرش زعما يوفر لي هذاك الشيء الامكانيات كلها باش يدير فلانج، بحال مثلا الديسير بحال لافوكا شحال من حاجه. حنا المغاربه سبحان الله العظيم معروف علينا الجود والكرم، ولكن بالنسبه لهذه المسائل بحال هكا الطفل تعطيه واحد الحاجه اللي تتسوى الثمن غالي على قبل باش يمشي يتباهي على طفل اخر في المدرسه، ما خصهاش تكون هذه ظاهره شويه ولات عندنا في المغرب. نتمنوا المغاربه والمغربيات كما تيقولوا الحرات عندنا في المغرب يحاولوا يتباعدوا لهذا الموضة هذه اللي ولات دابا، ويحسبوا وليداتهم كيف هذوك الاطفال اللي تيكونوا في المدارس يكونوا بغيتي حتى ذوك الوليدات راه يحسبوا مرا اولادهم حتى هما. انسان مثلا عطيتي لولدك واحد الحاجه ماشي مشكل عطيها له، ولكن عطيه شي حاجه زايده ربما ذاك الطفل يكون معاه في المدرسه حتى هو يستافد منها. الانسان يكون يتباهى على صحه الوليد وعلى النظافه ديالو وعلى الشكليه، ماشي يتباهى بالماكله ولا باللبس ولا الناس الله يحسن العوان، كاين الناس اللي ما بجهدهمش. احسن حاجه الاكل البلدي هو اللي خصو ياكل الوليد، ولا ياكل في الدار ولا ياكل ماكله معتدله، ما ياكلش واحد الاكل اللي هو مثلا طيف تاخر به ولا انسان الله يحسن العوان. كاين الناس اللي ما بجهدهمش وتيشوفوا ولادهم ضايعين وتيتلاش تولدوا تيولي ضغط على الوالدين باش يحققوا ليه هذاك الشيء.